ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا، ودلوقتي جينا للفقره اللي كلنا بنحبها لما بنستقبل ضيوفنا في عيش سعيد. وضيفتنا النهارده طاقه ايجابيه متحركه، يعني هي ما شاء الله عليها من الشباب اللي قدروا ينجحوا ويستمروا في مجالهم، ومش بسهوله، عفرت كتير في الاول علشان تنجح وتبقى بتدينا الطاقه دي في كل الفيديوز اللي بتعملها على السوشيال ميديا. منورانا النهارده هدير حميد. وشفتي بقى عارفه اللي هو تا 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 هدير ازيك؟ ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اقول لك حاجه، متحمسه جدا للانترفيو ده، عشان انا يعني غير ان انت دلوقتي معايا في البرنامج، انا اصلا من الناس اللي عامله لك فولو وبتحبك جدا، عشان انت طبيعيه وعارفه سايبه ايديكي كده. انا بحب الناس اللي هي على طبيعتها مش متكلفه، انا دي حياتي، ده شكلي، ده طريقتي، ده اللايف ستايل بتاعي، طبيعيه، فدي حاجه الناس بتحبها جدا ان الانسان يبقى حقيقي وطبيعي. ميرسي اريلي، ابريشيتد بجد، ويعني منوراني في الصفحه عندي ومنوريني يعني، وانا مبسوطه قوي ان انا معاكم في البرنامج، وبحب كده يعني اتنين بنات بيقدموا برنامج كده اللي هو جيرل باور. شفتي الفايبس لذيذه صح؟ ايوه صح. طيب خلينا بقى نبتدي من الاول خالص، دخلتي السوشيال ميديا امتى، وامتى قررتي تعملي فيديوز وتقولي للبنات التريكس بتاعتك، وانت بتتكلمي بطبيعتك وفعلا انت ليكي ناس كتير قوي وقاعده جماهيريه كبيره، بس بداتي ازاي؟ نبتدي من الاول خالص. والله انا كنت زهقانه في الكورونا في 2020 والحاجات دي كانت صعبه قوي. كنت قاعده زهقانه، وانا ساعتها كنت بشتغل سوشيال ميديا مانجر في شركه، فعماله اسمع عن التيك توك، التيك توك ده حاجه جديده، ايه ده ومش عارف ايه، فقلت انا هجربه عشان اشوفه ينفع للشركه ولا لا. يعني ما كانش قصدي اصلا ان انا اعمل فيديوز ليا انا كنت بجرب التيك توك كده عشان اشوف هينفع للشركه اللي بشتغل فيها ولا لا، اللي هو تيست كده، عارفه؟ والله بالظبط. بس وبعدين بدات اجربه كام شهر كده في الحظر، بجربه بعمل فيديوز كده كل شويه، وبعدين مره كده يعني فيديو جاب مليون فيو، دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. وبالصدفه يعني فاكره الفيديو ده؟ فاكراه، كنت بمسح الميك اب فيه. بس كنت بتمسحيه وانت بتتكلمي ولا؟ خالص، كنت مشغله موسيقى يعني. اوكي، بس كده. طب وايه اشمعنى الفيديو ده؟ عشان كان في حد بيقول لي انت اكيد من غير ميك اب هيبقى شكلك وحش وبتاع، فانا قلت له ماشي اوكي، وقمت واخده بس الوايبس ومسحت الميك اب وبتاع وخلاص. بس بنتنا قمر، مالك بقى عايز ايه يعني؟ فده اعتقد ده اول حاجه حصلت يعني. وبعدين بعدها بقى على طول الموضوع كان بالنسبه لي يعني، الناس كلموني على فوتوشوت، وبعدين بعد كده دخلت مسابقه كده ان هم بيختاروا من احسن الصناع وكسبتها ومش عارف ايه، فاللي هو ابتدى الناس اكتر تعرفني يعني من ساعتها. طب حلو قوي. واتجهتي بعديها الانستغرام بعد التيك توك؟ بعد سنه، بعد سنة بالانستا. انا كان الانستغرام بتاعي برايفت على فكره، اي كان ريليت. ايوه، وكان عادي جدا اللي هو صور انا وعيلتي وكده واصحابي بالظبط، ورحلات وما اعرفش ايه. وبعدين بعد كده لقيت ناس كتير بتقول لي احنا عايزين نشوفك على انستغرام عشان الستوريز، عشان تيك توك ما كانش عليه ستوريز، عايزين نشوف ستوريز، عايزين نتابعك اكتر انستغرام وكده. فبعدها بسنه قلت طب اوكي ماشي خلاص، انستغرام يلا، انستغرام يلا بينا بالظبط. ودوست الزرار اللي بتعمل خلاص بقى، بتخلي الواحد الاكونت بتاعه يتقلب في رولز تانية. بالظبط، رولز تانية مختلفة تماما. دي حقيقة. طيب قالت لنا ان هي كسبت جايزة للصناع، دي مسابقة اشتركت فيها ازاي؟ في 2021 والله تيك توك هو بيقول لك احنا عاملين المسابقة ديت، فاللي عايز يشترك فيها يشترك. فبتقدم، بتشترك، وبيشوفوا على حسب الفيوز اللي عندك والانجيجمنت، التفاعل يعني على الصفحة وكده. لقيت نفسي مترشحه مع 20 حد من الوطن العربي. فاللي هو قعدت اقول لها لا، اكيد مش هكسب. والناس تقول لي يا بنتي خلي اعملي فيديو تخلي الناس تصوت لك. فانا اللي هو عامله الفيديو اللي هو يعني يا جماعه لو حابين براحتكم، لو عايزين مش براحتكم برضو. انا بقى مش عامله حسابي خالص ان انا اكسب يعني. انا فعلا اللي هو الحمد لله ان هم ان انا اترشحت. بس بعد كده لقيت بقى ان كل شويه الفوتس بتزيد وما اعرفش ايه، وبعدين في ناس بقى من تونس وناس من لبنان ومش عارف ايه، وانا اللي هو ايه ده؟ هننجح ولا ايه؟ تصوتوني انا؟ في ايه بجد يا جماعه؟ لحد ما لقيت فعلا نفسي كسبت وبتاع. وبعدين بقى السنه الوحيده اللي انا كسبت فيها هي السنه اللي تيك توك ما طلعش فيها رحله لدبي اصلا. الحمد لله. الحوار ده ولا حتى بدل سفر حتى يعني ولا اي حاجه، واخده من اي حته. الف مبروك، وبعتوا لي الجائزه، ميرسي يا جماعه في البيت. ايه ده؟ لو دبي يا كابتن، دبي نسيت. بس يعني الحمد لله يعني الجائزه دي كانت حاجه لذيذه. طبعا من سنتين الكلام ده، وبعدها انا بعدها ما اشتركتش تاني في المسابقه، قلت لهم انا ميرسي جدا ان انا خدتها اول مره، واي ثينك انه
it's time for other people يعني to shine. أكيد. طيب هدير، انت كنت قلتي حاجة في الأول لما قلت لنا أول فيديو اللي هو جاب مليون فيو اللي ضرب، إن حد بيقول لك أنت شكلك مش هيبقى حلو أكيد من غير ميك اب، وحد كان بيتحداكي. يعني أنا شايفاها بصراحة، طبعا في ناس ممكن تشوفها سخافة يعني من حد، اللي هو ليه أصلا نوصل للدرجة إن إحنا نتدخل في خصوصيات إنسان أو نحرج حتى إنسان؟ افرضي يا ستي أنا شكلي أحلى بالميك اب، خلاص يعني تمام، ليه بقى؟ فأنا بحس إن أنت من الناس، وأنا عشان متابعاكي من زمان، أنت من الناس اللي الكومنتس السلبية غيرتك للحلو مش للوحش. يعني أنت اديتك موتيفيشن، واديتك ثقة بالنفس أكتر، واديتك دفعة إن أنت تبقي أشطر. فاحكي بقى عن البوينت دي كويس قوي، لأن في ناس كتير قوي لما بيجي لها كومنت سلبية للأسف بتنهار وبتقفل على نفسها. والله بصي، انت ما تعرفيش الناس دي مستخبيين ورا شاشاتهم، فانت ما تعرفيش اصلا الناس دي حياتها عامله ازاي. فاكيد في ناس انت في حياتك ما بتهتميش ليهم، يعني في اكيد اراء ناس انت مش فارقه معاكي. فليه الناس اللي اونلاين اللي انت ما تعرفيهمش فارقين معاكي؟ وبعدين انا حسيت ان هي يعني زي سامبل من اللي بيحصل في حياه البني ادم. يعني عندي فولورز كتير وناس تبعت لي مسجز كتير، يعني بيقولوا لي ان هم متعقدين من حد معين، طنط اللي في العيله، معرفش مين اللي فين، معرفش ايه. فاللي هو قعدت افكر ميبي هيديهم اكتر دفعه ان انا اوريهم انه لا عادي، حتى يور فيفرت بلوجر بيجي لها الحاجات دي، او حتى حد ممكن تكون انت شايفه ايدل بالنسبه لك بيجي له الحاجات دي، فعادي وممكن تقدر ترد والكلام ده. فانا حاسه انه طبعا كتر الحاجات بتعمل ضغط، وساعات بيجي لي انا ضغط باخد بريك من السوشيال ميديا كده اسبوع ولا حاجه، اللي هو بس اقفل خالص. علشان ما عشان هي كتير، عشان هي انتراكشن كتير، ونيجاتيف لو نيجاتيف انرجي هتيجي عليكي كتير طبعا. بس اهم حاجه يبقى انت عندك من جواكي يعني ثقه ان الناس دي لو قابلوكي في الشارع هم مش هيعرفوا يواجهوكي اصلا. صح، دي حقيقه. هم اساسا مش هيعرفوا يبصوا، هو ما فيش شارع اصلا هتتقابلوا فيه، بس حتى لو في حتى شارع لو تقابلنا يعني بالظبط يعني. طب عايزه اسالك، انت كنت بتقولي ان قبل كورونا انت كنت شغاله حاجه ليها علاقه بسوشيال ميديا، انا عايزه اعرف انت درستي ايه وكان شغلك ايه في الاساس، وهل انت لسه مكمله في شغل تاني ولا اكتفيتي بالسوشيال ميديا؟ انا اصلا كنت بدرس اداره اعمال في الجامعه الالمانيه هنا في القاهره في التجمع. وتخصصت في تخصصين، هما في جي سي عندنا الموضوع معقد شويه، لازم تاخدي كذا تخصص. فانا خدت تسويق اللي هو الماركتنج، وخدت اداره الموارد البشريه اللي هو الاتش ار. دول كانوا التخصصين بتوعي، واشتغلت في الماركتنج في حاجات كتير منها السوشيال ميديا. انا لحد دلوقتي بشتغل على فكره، يعني انا مش بس معتمده على السوشيال ميديا في حياتي، لا انا بشتغل وبحب شغلي جدا. وده طبعا مخليني مشغوله جدا، وعشان انا عندي شغلانتين يعتبر، فاللي هو ما عنديش وقت اعمل حاجات كتير قوي، بس بحس ان انا بحقق ذاتي في شغلي، وبحقق ذاتي في صناعه المحتوى. فحاسه ان انا يعني this is the time يعني for me. طب بيتعاملوا معاكي في الشغل اللي هو هدير اور فيفرت بلوجر بقى، وان هي مشهوره معانا، واحده مشهوره في الشغل، مثلا مديرك مثلا لما يجي يزعلك هيزعلك ازاي؟ انت السليبرتي اللي في الشركه، فاهمه؟ فازاي بيتعاملوا معاكي بطريقه عامله ازاي يعني؟ والله انا غيرت شركتين، يعني انا كنت في شركه وبعدين رحت شركه ثانيه وانا لسه بعمل محتوى. الشركه القديمه كانوا عارفيني من زمان بقى، فاللي هو بيدوني على قفايا من زمان، مش مشكله بقى خلاص. اللي هو انت كنت طالعه معانا يعني ما تمثليش. بالظبط. بالظبط. بس اللي هو انا دايما في الشغل دايما اروح لهم مغيره شعري، النهارده كيرلي، النهارده ليس، النهارده راستا، النهارده عامله ميك اب، النهارده مش عامله. فهم معتمدين ان انا مجنونه كده كده من زمان. فهم دي سو ات كومينج ان هي اكيد هتعمل حاجه يعني. الشغل الجديد والله عايزه اقول لكم ان هم كانوا هم بيعرفوني على الناس، دي هدير دي عندها مليون ونص فولور، ما اعرفش ايه ساعتها، يعني كان عندي لسه مليون ونص. اللي هو دي هدير دي انفلونسر، ما اعرفش ايه. فبيجوا بقى يسالوني ساعات في حاجات بقى، اللي هو عايزين بقى نعرف بس على التيك توك تقول لنا نعمل ايه وما اعرفش ايه. بس يعني هم عاملين حسابهم قوي على الموضوع ده، اللي هو لا دي مشهوره الفنانة. دي الفنانه جت على طول. كمان محتواكي لطيف، بتتكلمي عن البيوتي تيبس، وان ازاي نحط ميك اب، وازاي اللايف ستايل عموما، كمان بتتكلمي عن حاجات ليها علاقه بالاكل، وبرده يومك ماشي عامل ازاي وكده. هل انت يعني من الاول كنت مقرره انا ده هيبقى المحتوى بتاعي، ولا انت كان في مثلا فكره ثانيه كنت عايزه تتمنيها مثلا؟ والله لا خالص، انا ما كنتش مقرره كده خالص. انا بحب الميك اب والحاجات دي من زمان، والسكين كير وكده، بس انا ما كنتش مقرره ان ده يبقى محتواي، عشان دايما كنت حاسه ان انا لازم ابقى في شكل معين علشان ده يبقى محتواي.
بس تيك توك والله هم اللي جم قالوا لي احنا شايفين فيكي مشروع شبح، اللي هو ايه يعني اللي هو شكلك بتاع البيوتي، جربي كده البيوتي وبتاع. انا كنت عايزه اسالك على، بما انك بتعملي الفيديوهات دي بتاعت الميك اب، في حد بقى بيدخل يقول لك لا انت الفيديو بتاعتك مش حلوه، انت بتكلمي اصلا في الموضوع ده ليه، انت دارسه ميك اب اصلا، انت عارفه انت الكومنتس السلبيه اللي هي بتيجي تقوم محطمانه. انا فاهمه جدا، بس انا ما بعتبرش لما حد يقول لي ان انا مش ميك اب ارتست او ان انا مش دارسه ميك اب ده كومنت سلبي، لانه انا قايله للناس من الاول يا جماعه انا مش ميك اب ارتست، وهو ده المختلف في فرق ما بين البلوجر والارتست. الارتست يعني ناس اوريدي دارسين وعارفين يعني ايه ميك اب ارتستري، يقدروا يشتغلوا على اي وش، يقدروا يحولوا حد لاي حاجه، ليهم ستايل معين وكده. انا حد طبيعي، انا حد عادي بيعمل ميك اب لنفسه وبتعلم تريكات وبشوف حاجات جديده وبشيرها مع الناس وبحب الحاجات. عشان كده بتعملي تريكس حلوه ونصايح حلوه. بالظبط، بس انا بحس انه هو اولا لا يمكن كلنا هنبقى ميك اب ارتست، يعني كده في ميك اب ارتست لكل مواطن، يعني لو كلنا هنبقى ميك اب ارتست مين اللي هيت ارتست؟ ايوه الحقيقه. وبعدين كمان انه الميك اب ارتست مستواهم عالي جدا. في حاجات مثلا ممكن اللي هو ايه، طب انا بس نازله الشغل يعني شويه كونسيلر ومسكرة كده وحواجب، يعني اللي هو مش لازم بقى اللي هو الجليتر والستراس الموضوع ايوه الموضوع كبر يعني ترى الموضوع كبرت الموضوع يا شباب. فبحس انه اتس ا جود اكسبيرينس. انا بشوف بره دايما ان في بلوجرز عادي هم مش ميك اب ارتست، هم بيشاركوا حياتهم وايه رايكم وبنجرب وما اعرفش ايه، وحلو برده ان الواحد يشوف برده حاجات ممكنه، يعني اللي هو مش الوش بتاع المودلز، مش الوش هي عروسه فحاطه الميك اب الفول ميك اب، لا يعني حاجات عاديه ممكن احققها في يومي العادي تحسسني ان انا حلوه، تحسسني ان انا كرييتيف، تحط بوب اوف كلر في يومي كده يعني. طب صح. ايه الكومنت اللي ممكن يضايقك؟ والله ما فيش. ما بعدش يا جميل. لا بجد، اصل انا في حد معين مش هقول اسمه بيعمل فيديوهات بيتريق على الناس، فانا اصحابي سالوني قالوا لي تفتكري لو الشخص ده اتريق عليكي هتتضايقي؟ قلت لهم لا. قالوا لي ليه؟ قلت لهم عشان هو هيقول ايه؟ ما هو انا كل حاجه سمعتها في الكومنتس وعديتها خلاص. فاللي هو لا مفيش. ايه اللي كنت بتسمعيه دايما في الكومنتس نيجاتيف؟ يا كل حاجه ولا عايزين هنكد عليكم؟ لا قولي عشان بصي انا برضو احنا معاكي على السوشيال ميديا شويه القصه دي، فبرضو بنسمع وبنشوف وبيجي لنا احنا كمان كبشر كومنتس، عشان مع ان احنا ما بنتكلمش في موضوع معين، احنا الانستجرام بتاعنا مفتوح ان احنا موزعين بس بيجي لنا برضو حاجات اللي هو حد مثلا مصوره في سفريه فيجي لي كومنت على انت مالك. لا احنا ممكن نتشتم واحنا ما عملناش حاجه عادي جدا. ممكن ايه الحاجات اللي تضايقك؟ مبدئيا هم بيشتموا كل الناس، يعني انا شفت بره واحده والله عامله كومنت على نادين الجيم بتقول لها بس انت عاديه قوي، اللي هو ايه ده في مين دي اللي عاديه؟ لو دي عاديه مين دي اللي عاديه؟ دي كانت ملكه جبل لبنان في ايه مالك؟ فيعني مش كل الناس بتشتم عادي. كومنتس بتجيلي نيجاتيف، لا شعرك وحش، الكيرلي عمر ما حد هيحب نفسه بالكيرلي، فريدي شعرك معرفش ايه، لو فردت شعري الله مش كنت بتعملي شعرك كيرلي ومبسوطه؟ كنت هيت فري ليه بقى؟ ما كنتش هيت فري، انا كنت شعري بس كيرلي ودلوقتي عملته عادي. بشرتك على فكره من غير الميك اب اكيد وحش، مسحت الميك اب ما انت كده كده بشرتك حلوه فكده كده اي ميك اب هيبقى شكله كويس. انت بتحطي فلتر مش عاجبكم العجب يا جماعه، اعمل لكم ايه؟ وبعدين انت مثلا انت ما اتجوزتيش، طيب انت ما اتجوزتيش يبقى انت اكيد عندك مشكله. يا جماعه عادي، اسمه ونصيب ما اعرفش ايه. لما مين هيتجوزك بقى؟ ما انت خلاص عندك 30 سنه. يا ساتر يا رب، في ايه يا جماعه؟ اللي هيتجوزي عشان تخلفي علشان ما تعجزيش. اوف لا انا هو مش كومنتات وحشه على قد ما اللي هو طب انت هتستفيد ايه؟ انت بتعمل ايه هنا في دي دوافع؟ يعني انا عايزه اعرف ايه لو انا اتجوزت او فردت شعري او طرت بالهواء؟ لا دي بتبقى كومنتس ولا دي امز؟ يعني بيدخلوا لك في الانبوكس يو كومنتس كتير. الفكره كمان ان هم بيبقوا لا دي امز بيتهيألي بيبقى فيها ليفل وحش شتايم بقى. لا بس دي امز كتير حلوه، بس انا ريسنتلي خسيت 24 كيلو تمام. برافو. وانا من قبل ال 24 كيلو دول بقول يا جماعه كلنا لازم نتقبل نفسنا في اي شكل، اسمرينا، شعرنا قصنا، جالنا حبوب، خسينا طبيعي بالظبط، يعني تخنا خسينا، جالنا حبوب معرفش ايه، اتعورنا اي حاجه، احنا بني ادمين وخلاص. فانا دايما كنت بتكلم عن الموضوع ده. جيت بقى ايه، انا خسيت، اولا الناس تدخل تقول لي انت كدبتي علينا،
قلت لنا ما تخسش، قلت لهم والله يا جماعه ما قلتلكوش انا ما قلتش كده، انا قلت لكم حبوا نفسكم. او مثلا يجوا يقولوا ايه، شوفي انت بقى كنت عايشه في دور المتقبله نفسها بس بعد كده رحتي خسيتي. طب انا متقبله نفسي عامه عادي، يعني مش حاجه وحشه ان انا احسن من صحتي واتعالج من اضطراب الاكل والكلام دوت، حاجه كويسه ان انا اعالج نفسي طبعا. لا، شوفي انت بقى كنت فاكره نفسك مش عارفه عامله ازاي، دلوقتي بقيتي لا لازم تبصي لنفسك بقيتي احلى. فاللي هو اعتقد ان ده بيبقى ريفلكشن على اللي جواه، هم بيتقال لهم كلام وحش في حياتهم فهم بيصدقوه. انا فعلا مصدقه في الكلمه بتاعت انت بتخلق الواقع بتاعك، يو كرييت يور اون رياليتي، لان انت بالافكار اللي في دماغك انت هتخليها هي الفاكتس او الحقائق وهتتعامل على اساسها. فالناس دي بتتعامل على هذا الاساس، فانا مش هقدر اغير تفكيرهم بس هقدر اعلم الناس التانيين اللي بيتاثروا بالكلام ده انه الكلام ده مش لازم يكون واقعك وانت ممكن تختار الواقع بتاعك. يعني مظبوط. طب انت جبتي سيره اضطراب الاكل، فانا عارفه نورت كده لان انا عندي نفس المشكله، اضطرابات الاكل دي، واللي هو انا كمان ايموشنال ايتر قوي، اللي هو بزعل باكل، بفرح باكل، متاثره بحاجه بعالج التوتر بتاعي ان انا اطلب حاجات مش صحيه، انا كده واظن ناس كتير قوي زينا كده. فازاي بتمانجي اضطراب الاكل ده بما انك جبتي سيرته، فناس كتير ممكن تكون عندها نفس المشكله مش عارفه تبتدي منين؟ بصي انا كان عندي اضطراب اكل من وانا صغيره جدا لحد ما تميت 29 سنه. قررت ان انا زهقت، لان انا اللي هو بخس بتخن، انا علاقتي متوتره بالاكل. فروحت الهيلث كوتش اللي هي مدربه صحه، وقعدنا نبتدي ندق ديب في علاقتي بالاكل وعلاقتي بجسمي وعلاقتي بمشاعري، وبعمل ايه لما بتوتر، وبعمل ايه لما بزهق، وبعمل ايه لما بتضايق، وانا ازاي شايفه نفسي والكلام ده. الموضوع خد سنتين. سيشن كنا بنعمل سيشنز كل اسبوعين، السيشنز كلها كنا بنتكلم في الحاجات ديت، وكنا بنتكلم كلتي ايه، طب فكرتي ازاي، طب حسيتي ايه. كان عندي حاجه اسمها مود ريكوردر، ان انا كنت دايما بكتب ماي مود وساعتها حصل لي ايه وكلت ايه وكده. وقعدت كتير بقى في الموضوع دوت لحد ما في الاخر وصلنا للمرحله بتاعت انه انا قادره اتعامل مع مشاعري من غير ما اكل. لان هو عامل زي الهروب، اللي هو انت دلوقتي انت قاعده بشوكولاتايه، عارفه اللي هو بالظبط. بس يعني لما الموضوع يبقى على شوكولاتايه ماشي مفيش مشاكل. بس لا، الموضوع ساعات بيفتح بقى اللي هو ايه، انت طالب بالوجبه العائليه من 3 مطاعم فبتاكلهم لوحدك، اللي هو ايه يلا بينا وايس كريم كمان وبتاع، فتلاقي نفسك بتضر نفسك، بطنك بتوجعك، بتاكل فوق طاقتك، بتتعب، ممكن في الاخر ان انت يعني تدخل الحمام تو ثرو اب. فاللي هو يعني ليه بيضرك؟ ليه ممكن اعمل كده؟ ومشكلتك ما اتحلتش. يعني انت متوتر، توترك ما راحش، زعلان، المشكله اللي مزعلك ما راحتش، فانت ما عالجتش مشكلتك وسببت مشكله جديده، ان انت تعبت بطنك وجعتك او مش عارف ايه. بعدين بقى حابه تلاقي نفسك تخنت في الوزن فتقوم متضايق اكتر فتقوم تاكل تاني، فالناس تعلق فتقوم متضايق فتاكل. فطول ما انت الحاجه الوحيده انت بتتعامل بيها مع مشاعرك هي الاكل، هي هتخلق لك مشكله جديده ومش هتحل لك مشاكلك الاساسيه. الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج وقت، محتاج صبر، محتاج حد يساعدنا برضه، محتاج حد يساعدنا بروفيشنال بالظبط، وما نكسلش ونقوم بالظبط، يعني نتحرك، لان هو بيتهيألي ممكن نصنفه من ادمان الاكل برضه. انا موافقه جدا مع الجمله دي، انا ما كنتش عارفه ينفع نقولها ولا لا، بس هو لا فعلا لا عادي، يعني يعني في ادمان سكريات بالظبط. يعني في ناس حياتها ماشيه، انا مدمنه اكل، انا مدمنه اللي هو ايه اكسبتبل كمان، اللي هو الناس كلها مثلا لو شافتك هذه الحاجه اللي بتسعدها بالظبط، زيها زي المخدرات. بس الفكره في المخدرات ان انت هتبطل مفروض خلاص، في ناس بتتعالج وبتروح رهاب والموضوع بقى متعارف عليه مجتمعيا، لكن مش كل الناس عارفه ان هي تقدر تبطل اكل بمساعده بالزبط. حد لايف كوتش او حد يساعدك بالزبط. ان انت تظبطي نمط حياتك، ان انت المود بتبعديه عن الاكل، تفصلي ده عن أيوة. فانت المود بتاعك اكلك بيرجع لمودك بالظبط، فهي دي الفكره، تتعاملي مع مودك بحاجه ثانيه. طب هدير عايز اسالك بقى على حاجه ثانيه، فيديو عندك عمل 26 مليون فيو ما شاء الله، الفيديو اللي انت بتصبغي فيه شعر صاحبتك، ايوه ده ازاي اصلا فكرتي فيه والتفاصيل اللي عملته؟ بصي انا اصلا
بحب اغير اللوكس بتاعتي، بس انا اللي هو شعري بيقول لي ارحميني كفايه، انت اوريدي عامله له لايتس وجبت بواريك بقى وعملت راستا وعملت كل، لعبت البخت في شعري والنهارده لانسز وبكره لا ومش عارف، انا النهارده جايه لكم اللي هو بابسط شخصيه عندي. فابتديت العب في الناس اللي حواليا. اللي هو ايه، شكلك عايزه تصبغي شعرك، بس انت شكلك عايزه تعملي ميك اب، يلا بقى نعمل لك ميك اوفر. بس انا مره حاولت ماما ليا، جبت لها باروكه كارلي وعملت لها ميك اب ولبستها هدومي وهي قاعده تقلدني اصلا. ده كان، دي كانت حاجه مضحكه جدا بالنسبه لي، وقعدت يعني اللي هو ايه من كتر ما هي بتقلدني، خلاص يا ماما انا اسفه، انا اسفه خلاص. بس فيا صاحبتي قلت لها بقول لك ايه، تعالي نعمل لك شعرك احمر. طب يلا بينا ومش عارف ايه، وبعدين بعد كده بقى احمر يعني، هي وثقت فيا يعني، هي الحقيقه وثقت فيا. وقمت لبستها ايه، كيس زباله عشان ما تتوسع. وبعدين طلع لي بكيس الزباله كده، يلا بينا يلا، واحنا قاعدين مستنيين، اوعي يا هدير، اوعي يا هدير بتاع ده يبوظ شعري. قلت لها يا بنتي ما تخافيش، والله العظيم ما تخافيش، والله اول ما رصت شعرها قالت لي ده والله تصدقي تحفه بجد، انا اسفه ان انا ما وثقتش. قالت لي افتحي كوافير، قلت لها ان شاء الله. ده اللي ناقص بقى يعني، بالظبط افتح بيوتي سنتر. ايه اكتر منصه بيبقى دايما هي اللي فيها الناس هتعرفك اكتر، الانستجرام ولا فيسبوك ولا تيك توك؟ يعني اكتر حاجه ممكن نبتدي منها تلمعنا سيكا كده، عارفه؟ التيك توك انا بسميه الفيم ماشين، يعني مكنه شهرة. اللي هو ايه، الناس طول النهار على تيك توك قاعده عماله تعمل كده، فيطلع لها ناس كتير، فطول النهار عندك الفرصه انك تشوفي ناس اكتر وتتعرفي على ناس اكتر. الانستجرام ابتدى بيزق الناس شويه ليتلي، يعني زمان ما كانش كده، بس ليتلي ابتدى يزق الناس مع الريلز، مع الاف واي بي بيج برضو اللي هم زي تقليد للتيك توك يعني. فدول اعتقد ده توب تيك توك، وتحتيه على طول انستجرام. اليوتيوب صعب، انا نفسي مش هناك قوي. واليوتيوبرز بحسهم عالم، يوتيوبرز يعني. يوتيوبرز لا كوكب اليوتيوب. وفيسبوك ده يعني برضه مش بيوصل لكل الناس يعني. هو انا لسه بحاول فيه، فهقدر اقول لك سنه كده واجي اقول لك. طب عايز اسالك على حاجه، هل ممكن ان انت دلوقتي بتعملي محتوى حلو ومعروفه وشغلك حلو على السوشيال ميديا سواء تيك توك او انستجرام، سيبنا بقى من فيسبوك ويوتيوب على جنب، بس على فكره انا كواحده من الاودينس بتوعي كان عرفتك فيسبوك من الاول بجد؟ طب والله هو ابتدى يشتغل، شفتي بقى اشتغل اهو. هل ممكن في يوم من الايام تسيبي شغلك الاساسي وتعتمدي بس انك بلوجر وسوشيال ميديا وكده؟ بصي انا سيب شغلي الاولاني وبعدين روح شركه تانية، بس في النص كان في بريك، الناس كانوا فاكرين ان انا خلاص ما مش هشتغل شغلانه عاديه. انا اعتقد ان انا عندي حلم ان انا اعمل براند، بس براند فيها شركه وراها، مش مجرد بس عايزه اعمل صفحه على الفيسبوك وابيع حاجات بس وكده، لا انا عايزه اعمل براند تبقى فيها شركه، يبقى فيها ستات بتشتغل، يبقى فيها امهات بيشتغلوا، يبقى فيها ناس مصريين بيشتغلوا، ادي فرص للستات والامهات بالذات عشان احنا مش واخدين فرصنا قوي بصراحه. ونفسي ان انا اطبق كل الخبرات اللي انا اتعلمتها في حياتي اللي هي العمليه، ان انا شغاله كماركتنج مانجر، وبرده الحاجات الخبرات اللي انا اكتسبتها من صناعه المحتوى، وان انا سيكا دخلت المجال بتاع الميديا، قابلت ناس كتير وكده. فانا الحقيقه حاسه ان انا مش عايزه ابطل شغل، عشان انا عايزه اجمع، عايزه افضل الشخصيتين دول، اجمع الشخصيتين دول لحد ما احس ان انا اكتفيت، فاقدر اطبق ده بقى في حاجه ليا انا. ده بقى هيحصل امتى؟ كمان 10 سنين، كمان ان شاء الله مش 10 سنين عشان لا كتير، لا هيحصل بسرعه. كمان 5 سنين مثلا كده، اللي هو هوبفلي ذيس از ذا 5 يير بلان يعني. البراند ايه طيب؟ نفسك البراند فاشن وبيوتي يعني، دول اكتر حاجتين انا حاسه انه احنا بلد فيها موارد كتير قوي، احنا عندنا القطن المصري يا جماعه، فاللي هو ايه، احنا ممكن نعمل حاجات تبقى تتصدر وتوصل لبره، وممكن نعمل حاجات تبقى واجهه لمصر وكده. فانا حاسه ان دي حاجات يعني انا ممكن احققها اجين 5 ييرز بلان يعني، نشوف بقى ال 5 ييرز. لا ان شاء الله احنا بندعمك طبعا، وبنتمنى لك كل حاجه حلوه بجد. وانت جميله، وكنت ضيفه جميله وعزيزه، نورتينا في عيش سعيد. وان شاء الله تبقي معانا على طول بقى. ثانك يو سو ماتش بجد، وانبسطت قوي اني كنت معاكم يا لينا ويا سهى، وانتوا جمال قوي وزي القمر بجد في الحقيقه، اكتر من الشاشه يعني. يا حبيبتي ربنا يخليكي، ميرسي جدا يا هدير. ميرسي هدير، نورتينا ومبسوطه جدا ان انا قابلتك، وان شاء الله دايما كده تحققي نجاح، وكمان 5 سنين هنحتفل معاكي كده كده، هتجي لنا كتير وتبقي ضيفتنا، بس كمان 5 سنين نحتفل معاكي بالبراند بتاعك ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا النهارده من عيش سعيد، نشوفكم في حلقات تانية. باي باي.
عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد.